سكر مضغوط عليه حاتم، لسه مضغوط عليه من احمد عبد الهادي، قطع عبد الهادي يحاول يعدي، توصل عبد الهادي جوه ال 18، عدى وفات، عدى وفات، عدى وفات، يقع على الارض. حكم اللقاء يديها ايه؟ ضربه مرمى، يديها ضربه مرمى حكم اللقاء، ومفيش فار، ومفيش فار، هيدي انذار، مفيش فار هيدي انذار. الكابتن وليد عبد الرازق شاكر اشرف بيقول له، بيقول له روح شوف اللاين مان. اعتراضات من الجهاز الفني لصالح نادي بروكسي، هنشوفها مره ثانيه. ادي حاتم سكر خطا في التشتيت، توصل عند اللاعب احمد عبد الهادي، عدى من محمد عبد الغني، وادي المرور من حسام عبد المجيد، والمطالبه بضرب الجزاء، والمطالبه بضرب الجزاء. لو لعب العرضيه كانت هتبقى اخطر، لو لعب العرضيه كان ابو العينين لوحده تماما مستني الكوره لتسجيل هدف التعادل. قلت لكم المباراه هتولع، قلت لكم المباراه. بص ابو العينين فين، بص ابو العينين بيطلب الكوره فين، وادي السقوط. احنا نقول قرارات حكم اللقاء، خاصة في عدم وجود الفار نقول قرارات حكم اللقاء ونمشي مع قرار حكم اللقاء. ادي كورتين في الملعب، لكن حكم اللقاء فيها راية، ولسه 10 دقايق. بيني وبينكم مباراة زي دي ما نحبش انها تخلص، مباراة بالمتعة دي ما نحبش انها تخلص ابدا.